ذكرت نقطة مهمة، وهي كأنه تمهيد لمرشد جديد وهو مجتبى ابن خامنئي. هذا أنتقل إلى الأستاذ حسين سبعاوي، ما رأيك بهذه النقطة؟ يعني يتماشى مع مجتبى خامنئي المحتمل أن يكون مرشدا جديدا في إيران؟ يعني أعتقد أستبعد وجود نجل المرشد أن يكون هو البديل، لأنه النظام في إيران هو يعني نظام مؤسسات، فعلا نظام مبني على السلطات، مبني على يعني فرد أسس طائفية صعبة جدا، وهو غير مؤهل لأن يكون هو المرشد. أعتقد سعيد جليلي هو أقوى شخصية، طبعا بالتأكيد المرشد هو يتمنى ذلك، لكن ليس كل ما يتمناه يدركه. أكيد كل رئيس، كل ملك يتمنى أن يتولى نجله السلطة من بعده. وما الذي يمنعه أستاذ حسين؟ ما المانع أمام المرشد؟ نعم، ما الذي يمنع المرشد إذا كان يتمنى ذلك؟ يعني هو لا يستطيع أن يوليه قبل إزاحتي، وإزاحتي لابد أن تكون بالوفاء، وبالتالي يعني هو لا يستطيع أن يعزل نفسه ومن ثم يأتي بابنه إلى السلطة. هذا لو كان ممكن نستطيع أن نقول هذا وارد. الانتخاب المرشد يكون من قبل مجلس الخبراء، مجلس الخبراء هو المنتخب من قبل الشعب، من قبل الولايات. هذا المجلس بعد وفاة المرشد الصلاحيات والنظرة السياسية والمستقبلية والمصلحية كلها تتغير بعد وفاته، ولهذا السبب إلا أن يكون في حالة أخرى مثلا المرشد يتنازل عن باعتباره هو غير مؤهل لأداء مهامه، عندما يكون غير مؤهل مجلس الخبراء يستطيع عزله برضاه نفسه ومن خلال المحكمة العليا، أنا ذاك يستطيع أن يهيئ ابنه، وهذا مستبعد. لهذا السبب نحن نتكلم عن آلية حكم مش سهلة أي شخص يستطيع أن يتحكم بها. نعم سيد عباس.